احلى كيكه ممكن تعمليها في حياتك بجد بقى. الكيكه دي مسقيه ومحشيه وشغل عالي قوي. بصي هتحط السكينه فيها كده هتلاقيها بتاكليها بالمعلقه مش بالشوكه، ومليانه كريمه كده من جوه. كيكه الباباز خطيره وبجد ان شاء الله تجربوها وتشوفوا المقادير بتاعتها. ويلا بينا. اول حاجه بجيب معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر، معلقتين كبار من الدقيق في بوله او في كوبايه زي ديت، نص كوبايه من الحليب ويكونوا دافيين، واقلبهم كويس جدا واسيبهم يخمروا بالظبط ربع ساعه في الجو ده يا باشا هتلاقيها خمرت لوحدها. بعد كده بقوم جايب بوله وبحط فيها 4 عدد بيض، نص كوبايه من السكر، ونبدا نجيب عندنا بش برتقاله ونبدا نبشرها على البيض والسكر، 3 معالق من الزبده السايحين واديله يا باشا، ونبدا نخفق كل ده مع بعضه لحد ما تبدا الخليط ده ينعم. حط عليها نص كوبايه من الحليب ونقلب، وبعد كده نبدا نضيف عندنا الخميره بتاعتنا بعد ما اتخمرت كويس جدا، نضيفها عندنا على الخليط ونديله تقليبه. وبعد كده هو نبدا نحضر عندنا 3 كوبايات دقيق، بس هحط الاول 2 كوباية دقيق الاول قدام حضرتك، 2 مليانين مع نص باكو من البيكنج باودر، ونقلب الخليط ده بايدينا. وبعد كده بعد ما الخليط ده ينعم مع تحت ايديا بقوم حاطط عندي 2 كوباية من الدقيق. حلو الكلام، ونديها تقليبه محترمه. وبعد ما تتقلب بتبقى اتقل من الزلابيا شويه، تبقى العجينه بص الكاسات بتاعتها عامله ازاي، نبدا نضرب فيها بالشكل ده عشان تاخد عرق تطلع معايا بالقوام ده. بعد كده نقوم واخدين ستريتش ونبدا نغطيها ونسيبها تخمر لمده نص ساعه بالظبط. تعالوا اوريكم بقى الفرم الجديده من نيو كلاين، عامله فرم كيك حكايه نينجا يا جماعه، عاملين صغيره وعاملين الكبيره ديت. انا استخدمت الفورمه الكبيره، فورمه جرانيت وهميه. تعالوا بقى العجينه بعد ما اتخمرت نجيب عندنا الفورمه ونغسلها غسله كويسه وننشفها كويس قوي، ونبدا ندهنها بالزبده بس ما نحطش دقيق، الفورمه مش محتاجه، وهتشوفيها بعد ما تطلع من الفرن. اهم حاجه اتاكد ان الزبده في كل حته. ناخد عندنا العجينه بعد ما اتخمرت ونبدا نوزعها عندنا في الفورمه، ما شاء الله الفورمه كبيره فهتاخد الكميه كلها اللي احنا عملناها. تعالوا بقى نخمرها. بفتح الفرن طبعا ما بشغلوش، بحط فيه ميه سخنه بس واحط فيها الفورمه ديت واسيبها تتخمر لبالظبط 10 دقائق او ربع ساعه. بعد ما تتخمر بص الجمال والحلاوه، اشغل الفرن بقى على درجه حراره 190 واشغل الفرن فوق وتحت، ونبدا نسوي عندنا الكيكه بس ما اسويهاش غير لما الفرن يسخن معايا، واسيبها. تعالوا نعمل عندنا الشربات على ما تستوي معايا. احط عندي 2 كوباية من السكر على 2 كوباية من الميه عندي على النار وفي حله نيو كلاين، ونبدا نحط عندنا عودين قرفه خشب بيخلوا الطعم في حته تانية. اجيب عندي برتقانه ونبدا نقطعها شرايح ونحطها في الشربات. وتعالوا نشوف عندنا الكيكه بعد ما استوت من الفرن، بص طالعه ما شاء الله واخده اللون الذهبي، وفضلت بالظبط 25 30 دقيقه. بعد كده بنسيبها تهدى شويه، وبعد كده نقوم قلبينها. بص الفورمة بقى بس يا تعيني على الجمال، لون ذهبي من كل حته والتسويه مظبوطه 100% ما شاء الله. بسيبها تبرد وبعد كده بقوم قلبها، وبعد كده اقوم واخد عندي الوش ده اقوم شايله مش محتاجه، وبعد كده اقوم مدخلها التلاجه بقى بعد ما البخار ده يطلع منها واسيبها تبرد تماما. وبعد ما تبرد بقوم جايب الشربات عندي اغليه غلوه ونبدا نسقي بيها الكيكه ديت، وما نستعجلش تاخد كل كميه الشربات اللي عندي. بعد ما تاخد كميه الشربات هوب بنقوم جايبين ستاند ونبدا نحط عليه الكيكه ونقلب، واتفرج على الجمال والحلاوه. الكيكه ما شاء الله واخده الشربات بتاعها وحاجه شغل فاخر من الاخر. نجيب عندنا مربه المشمش بقى ونبدا نلمعها بقى التلميعه التمام، تفضل اللمعه دي موجوده فيها. شويه كاسترد عندي جبتهم وسبتهم يبردوا وقلبتهم مع شويه كريم شانتيه عشان نعمل كريمه ميكس هايله. بعد ما نعمل الكريمه الميكس دي نقوم حاطينها عندنا في كيس كريمه، وبلبله تكون ساده او بلبله اي بلبله عندك، ونبدا نحقن الكيكه ديت كلها بالكريمه بالشكل ده، وممكن تحقنيها من جوه كمان. نجيب عندنا المانجا بقى ونبدا نقطعها شرايح رفيعه عشان ناخد الجناب كده، نديها مانجا كل شريحه على الثانيه. اجيب عندي بروق برضو اقطعه شرايح، او اي نوع مانجا عندك ممكن تقطعيها، او مكعبات فاكهه وتحطيها من فوق. حطينا كيوي، نجيب نعمل عندنا خرشوفه المانجا ديت برضو شكلها شيك جدا، ونحطها في النص. والكيكه يا باشا كده خلصانه وحاجه من الاخر. حط السكينه تمشي زي السكينه في الحلاوه، نطلع سلايس ونشوف واخد الشربات وكله تمام. تعالوا ناخد حته كريمه كده من النص، ايوه، ونقوم حاطينها عندنا على الكيكه. كيكه ما شاء الله، ولا تقولي لي قشطوطه ولا غيره، الباباز وكفى. ان شاء الله تعملوها وتجربوها، وما تنسوش ان فورم نيو كلاين اللي قدام حضراتكم بالاشكال بتاعتها الكتيره ديت هتلاقوا اللينك بتاعها موجود في الكومنتات تحت لو حابين تطلبوها، سواء الفورم الصغيره بالالوان بتاعتها او الفورم الكبيره. اشوفكم على خير، سلام عليكم.